صباح الخير عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف صبحتوا؟ تصبحوا وتربحوا ان شاء الله. مهم اليوم نهار زوين، هاي الشميشه خارجه كطلع علينا، شوفوا الاشجار كلها منتوفه. المهم نعاود لكم، معروفه الالمان بالطبيعه، عرفت واحد الشجيره تفني. شوفوا المنظر كي داير، الحياه جميله والله العظيم. مهم الغزالات ديالي، اليوم نبدا معكم فيديو جديد كما العاده مع اسماء دائما الجديد. مهم الغزالات ديالي، كيف ما كتشوفوا معايا ديت بنتي، راه صبحات مخيره. شوفوا البنات، راه الدواء الطبيعي اقسم بالله الا احسن من الدواء ديال الاطباء. علاش؟ لان شحال هذه واش كانوا شي اطباء، كان داك الشيء قليل. حنا نهضروا على عهد الرسول والانبياء وداك الشيء، راه ما كانش، راه كان داك الشيء غير بالاعشاب وداك الشيء. عرفتي فاش شربت داك الحليب مسكين جبير وداك الشيء، عرفتي شويه ولات مزيان، توكدات، زدت هذاك الدواء عاوتاني ولات مخيره. ديتها وصلتها البنات، وجيت وصلت بناتي حتى هما حطيتهم. وغادي نبدا بواحد الموضوع اللي هو جد مهم بزاف وغيستافدوا منه الناس بزاف، بالنسبه خاصه الناس اللي جايين من شي بلاصه. شوفوا انا راه نهار جيت لهاد البلاد عرفت فيها بزاف د الحوايج، ونعطيكم التجارب يعني الخاصه ديالي وبزاف د المتتبعات ديالي. داكشي اللي قلت لهم راه لقاوه، وبزاف اللي كيتلاقى بيا وكيعنق لي، ما كنكذبش، ما كنزيد فيه ما حتى شي حاجه، داكشي اللي عندي كنقولو لكم. وكل ارزقه ربي راه مفرق الارزق، كل واحد ورزقه، ما ماشي مثلا غيجي واحد غيدي لي انا رزقي وما غنبقاش انا خدام ولا لا، ما عنديش انا نهائيا ديك الفكره. الحمد لله قلبي كبير، اللي بغى يخدم على مخوره كاين هنا الخدمه. مهم بالنسبه لواحد المتتبعه ديالي كتبت واحد الكومونتير وبانت لي بحال معصبه، قالت لي انا راجلي ما نعرف، تخيلتها بحال اللي كتهضر، انا راجلي هنايا قالت لي عام وكيقلاب وما عرفت شنو داك الشيء، وما داك الشيء ما دخلش ليا لراسي، ما كملتش قريت وما كنتش مستوعبه بناتي كانوا كيهضروا. شوف اختي، اول حاجه عباد الله، الناس رجاله عيالات كاع اللي كيتفرجوا فيا، راه باش تجي لهاد البلاد راه ماشي كتجي وتحط رجلك. انا نقول لكم الصراحه، خصك السمسار اول حاجه، كتجي لواحد البلاد غريبه ما كتعرفش لغتها، خاصك تجرف الوراق وداك الشيء ديال المساعدات وداك الشيء ديال راه بالديبار كي كتدخلي كيلقى لك الدار. بالنسبه لك اختي، الا كتهضري على الدار باش تجي تستقري هنا في المانيا وراجلك عام وهو كيقلب، شوفوا راه كاين بعض الناس كيبغيو زعما يديروا فيها واعرين وكيجيو كيبغيو يقلبوا راسهم وما يغسطيوش. شنو كيلقاو؟ كيلقاو راسهم شحال من وحده عاودت ليا من المتتبعات ديالي، قالت لك راجلي جا خدا الاوتيل بزباله ديال الفلوس باش يجي قال لك يقلب على الكره. هذاك الشيء اللي غنخسروا انا في الاوتيل، نشد به سمسار نيشان نشد سمسار بالنسبه للناس اللي كيجيو من البلدان، نشد سمسار كيشد ليا واحد الابارتمون صغيره حيت راه الديور فيهم ازمه. وقاعد زنا كيف ما قلت لكم، انا راه سكنت غير في 40 متر عباد الله ما كاملاش، راه هاد الهضره كنقولها لكم مليون الف مره، وكنقول ماشي مشكل نعاود نقولها، ما ربما شي حد يكون تصادف بالقناه ديالي، ما ربما ما تعرفوا. شوفوا العيالات، الرجاله الله يرضي عليكم، راه ما تجيو لهنا تتهضروا مع السمسار. السمسار كيلقى لك واحد البارتمان اللي هي صغيره استوديو، كيمشي تماك كيدير لك شهاده السكنه، وكيمشي تماك كيدفع لك في المساعدات اللي غتبقى تعاونك في الكرا وفي الهايتسون في السكان في كل شيء. داك الشيء كيتمشى اوتوماتيك عندهم، جيبي شهاده السكنه صافي تسجلي باش تبقاي تشدي المساعدات. اللي غيبقى يخور ليا في راسي يخربق ليا المزاج ديالي ويقول لي المساعدات، الناس راه جايين هنا المساعدات باش مساكن يتقعدوا، حيت راهم كيبداو من الزيرو. الزيرو صعيب، راه ماشي بحال الواحد جا ولقاها جميع النواحي زوينه، فهمتوا؟ باش تكونوا على بال، الناس راه كاين ماشي كلشي كيف ماشي كلشي عنده، ماشي كلشي راه الزيرو، باش تبداي من الزيرو تجي لشي بلاد راه صعيبه. كيدير لك شهاده السكنه، ملي كيدير لك شهاده السكنه كيمشي كيديك الجوب سنتر، كيدير لك المسائل ديالك، كيدفع لك بانك انت راك جيتي سكنتي هنايا وراها كيفاش وها كيفاش، وباقي يطلب مساعده، كيشد الراجل عاوتاني كيديه كيدير ليه لا كارت ديال هذا التامين، راه بقيت كندوخ عليكم هنايا كيدير ليه التامين الصحي. هو هنايا الا ما كانتش عندك شهاده السكنه والتامين الصحي، اولاه لا خدمتي ما كيعترفوش بك، ما غادي تخدم في حتى شي خدمه وما غادي تشد حتى شي مساعده، معروفه هنايا. بعدا انا اصلا فين ساكنه،
ياكو كيدير لك ديك 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 الورقه على ان هذا التامين الطبي، ها هو داك التامين الطبي. اش كيشد؟ كيشد الراجل اللي غدا معكم من الزيرو. دابا هادشي اللي بادي من الزيرو غيشد هذاك الراجل بيد ما وصلت واحد الورقه، كتوصلك واحد الورقه، واحد الورقه نتاع التامين بيد ما وصلتك الكارت. هذيك الورقه الا كنتي مريض او لا شي حاجه تقدر تمشي بها للطبيب. بالنسبه حتى الناس اللي جاو هنا وما عرفوش هذيك الورقه اللي جاتهم مثلا ايكاكا او كولا، بزاف كاين بزاف ديال التامين كله وعنده السميه ديالو، كله شركه وسميتها. كي كيشد هذيك الورقه كي كيديه تما كيهزو بيه بالمسائل ديالو، كيهز الراجل كيديه كيدير ليه كونطرا في الشركه وكيمشي كيخدم على راسو. بوان فينال، سهل جدا. اللي كيبغي يصعب عليه الحياه هذيك حاجه اخرى، كيبغي يجي هو بوحدو، كيبغي يدبر هو بوحدو. كاينه واحد الفئه اخرى، شنو واحد الفئه اخرى اللي كاينه مساكن كيجيو كيقولوا لهم العائله اجيو نديروا لكم نديروا لكم. هادو راه شي 10 ديال المتتبعات ديالي اللي عاودوا ليا زعما هاد المحنه ديالهم خايبه. كاين اللي قالوا ليهم غير اجي وشجعوهم في الاخر ما يبغاو يجيو، جمعوا معاهم وطوا وهما مساكن تلقوا الدار وكل شيء. شوفوا اللي عنده عائلته هنا يخليها في التقار، ما تمشيو عند حد ما يدير لكم حد. ياك جايين باغيين تسوفريو على راسكم ما نقولش العائله، كيبقاو يدخلوا غير في مشاكل والصداع وما غيكملوش معاكم. وهذا الشيء نجيكم من الاخر، الانسان هنا راه ما مساليش، راه باش غادي هذاك السيد يبقى يجري معاك راه الوراق كيبغوا بزاف الوقت. هاد النهار اليوم غدا بعدو داك الشيء ديال المساعدات والروينه الكحله ما غيفكك غير السمسار. بالنسبه اختي الا كتهضري الا كنتي جيتي هنايا وكتهضري على الكرا، راه الكرا صعيب باش تلقاه. اه صعيب، انا شحال تكرفصت وشحال استنيت عامين وانا كنقلب على الدار، يلاه لقيت هاد الدار هادي ولقيتها بالسمسار. خلصت وخلص ماندا ديال شهر باش دوزها ليا. راه كلشي بالصبر، حتى حاجه ما كتجي سهله. قال لك بالمهر كيتكلبوا دنجال. راه حنا ماشي كنقول لكم راه حنا ما كنجريوش في الحرام، راه كنجريو في الحلال. حاجه الحلال صعيبه، هذا ما كان البنات. المهم غنديماري غنمشيو لاكسيون غنشارك معكم واحد المنتوجات اللي هي رائعه جدا، غتستافدوا منها بزاف بزاف بزاف. هذا انا عندي هو المهم. المهم الغزالات ديالي خليكم معايا ما تمشيو فين. الغزالات ديالي اختكم راه جات لاكسيون هنايا، منها غادي نشوف حتى الصابون البنات نتاع الماكينه نتاع الصابون، لان داك الصابون عندهم ديال الحجره خطير جدا. غادي ندخل هنايا نشوف البنات اش كاين ونوري لخواتاتي هذوك المنتوجات الرائعه. المهم خليكم معايا. صلة الرحيم تقطعت وبنادم راه شد رجليه، سيدي ربي يا العالي وش هذا الوقت لي وصلنا ليه. البنت ما تحشم امها والدريت ما طالبه يضرب فيه، الخوا ما بقاش خوا حليب الام شكون يراعي لك. شوفوا فيها 5 كيلو، اللي بغات دير الرياضه دير العضلات والله الا انا واعره ما نتسالش راسي. المهم هادو البنات دايرين 8.95 زوينين الصراحه، اللي كيدير الرياضه في الدار تبارك الله. الله يا خويتي ما عندنا صحه، عندنا الجهد غير الجرح شي حاجه اخرى والو. المهم خليكم معايا. انا كاين هاد الستيل هذا، شوفوا صينيه غزاله 8 اورو البنات. وهذا الشيء راه ديال اكسيون والله ما كي قدام. عرفتوا انا شحال هنا 7 سنين عندي شي حوايج عمرهم زعما تصدى ولا شي حاجه، كيبقاو هكا عندهم الكاليتي زوينه. باش نوريكم هادو الصغورين ديالهم دايرين 3.99 اورو، نقولوا 4 اورو. هانتوما زوينين، فيهم الجولد وفيهم البلاطا. هذه نقريه وهادو جايبين غير نقري حاليا. شو البنات كاينين هادو عاوتاني نوريكم زليفات. ها زليفاتي، شوفوا بالنسبه لواحد المتتبعه قالت لي او انا شريتهم ب 3 اورو. شوف الزين ديالي، انا غنوريك دابا الاثمنه. المهم هما هادو، انا نوريكم الاثمنه. انا شريت هادو فيهم 12 سنتيم، هاي شتو هادو بأورو و 99 12 سنتيم. هادو كاينين الكبار 3.29 اورو، هادو الكبار. انا شريت هادو الحريره، هادو ها انتوما. هادي المتوسطه شتو اللي قلتي لي شريت ب 3.29 اورو، راه هي هادي. شوفوا الفرق ما بين هادي، شوفوا الفرق ما بين هادي وهادي. هادي صغيره وهادي كبيره، شتو البنات. والكبار فيهم اللي قلت لكم الكبار فيهم هما هادو ديال 5.95 اورو، هادو راه كبار.
شتو مع البنات بهذا الشكل هذا، وجابوا فيهم هادو فنين كيحمقوا هما شتو البنات، وجايبين فيهم الطاسات ديالهم، يعني داكشي روعه غزال. حمقوني انا بعدا ني شتهم صافي قنيت عليهم هزيتهم. هانتوما شتو فيهم الزريراق، فيهم هاد المخدر، فيهم هاد السومو، وفيهم البنات البيض. هاد لي طاس هادو، هاد لي طاس هادو راه بنادم يشرب فيهم الحريره ماشي القهوه. هانتوما شتو جيبين داكشي اسورتي زوين. وكاين عاوتاني هادو، كاين هادو الناس اللي عزيز عليهم داكشي سامبل. هانتوما زليفه بأورو 99، والكبيره شويه بجوج أورو 59، وكاينه هادي الكبيره هادي هكا داير بحال الطبيصي الغارق، زوينين داكشي داير رمضان داكشي غزال. شوفوا هادو جيبين ليهم عاوتاني حتى هما الطبيصلات ديالهم، وجيبين ليهم الكويسات ديالهم، يعني داكشي غزال والله داكشي زوين. هادي ديري فيها الحليب والتمر هكذا للضياف، والله الا زوينه. غير نتوما بقاو تلاحظوا اللي يكونوا مهرسين بحال هكا، زوينين هادو زوينين. شوفوا شوفوا البنات واش عرفوا، حيت يمكن رمضان داخل بداو يوجدوا ولا حيت دابا البرد. شوفوا البنات هاد الطباصل في اللوان والشكل، يعني كتناسق التبصيل مع هذا. هادو خساره ما دايرينش ليهم الطباصل ديالهم. ها هما ديالي، جيت الاكسي وكنجري على واحد الحويجات اللي هما زوينين كنحتاجوهم في الحياه اللي ما كيخطاوناش في الدار. بغيت نتقاسمهم معكم لا مارك ديال اكسيون في هاد المنتوجات هادو زوينين. اول حاجه هو هذا، هذا البنات داك بولبو نتاع الخرقوم البلدي. ها هو الخرقوم البلدي البنات اللي كتحكي به سنانك، كاين ديال الفاخر كاين ديال الخرقوم. ديال الخرقوم، ديال الخرقوم ممتاز واعر، كيبيض السنان بواحد الطريقه خياليه. بالنسبه اللي ما حداهش اكسيون شد غير الخرقوم البلدي ويحك به سنانو، دير مع شويه الحامض وحك به سنانو. هذا الخرقوم البلدي هذا كتحكوا بهم سنانكم باش كيبيضوهم، لان انا عندي البنات مشكل ولكن اسناني ما بيضينش بيضين. فاش مشيت لعند الطبيب قلت لي، قال لي انت لون سنانك هو هذاك، ما غاديش يزيد زعما، فهمتوا هذاك هو لون سنانك من غير الا درتي لهم التبييض وصافي. المهم هذا الكركم منين كنديرو يعني كيعطيني واحد النتيجه رائعه جدا زوين. كركمه اولا كركم اللي كيف ما قلت لكم اللي ما حداش اكسيون اللي في المغرب يحك سنانو غير بالكركم. اختي ملي تحكي سنانك مزيان عاودي لهم بسينيال وشيتات السنان، عاود كرديهم ان شاء الله كيولي شويه السنينات احسن في صوره زوينه. وكاين واحد البارتشي حتى هو اللي زوين تاع السنان، واحد اللصقه اللي كديريها على سنانك هي الاولى كتحليها كديريها على سنانك هي هذه. وكديري البنات كديرو كتخليوها 30 دقيقه 30 دقيقه، عاد ديك الساعات كتحكيها كتحيديها وكتحكي بالشيته نتاع السنان وسينيال. المهم راها هنايا الطريقه الاولى والثانيه والثالثه، فهمتوا الغزالات؟ المهم الطريقه ها هي هنا، كتحيديها وتلصقيها وتخليها 30 دقيقه. بالعربيه مكاين لا باغ ان لا دو لا تخوا كيبقاو يعقدوا لينا في الامور. كتحيديها وتلصقيها وتخليها 30 دقيقه، ملي كتسالي 30 دقيقه كتحيدي هذيك اللصقه وكتحكي كتحكي بالسينيال والشيته. فهمتوا البنات؟ هادو منتوجات زوينين كيساعدوا على تبييض الاسنان، كيساعدوا على تبييض الاسنان. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. كاينين البنات هنا فين كاين فين كاينين الشيتات وداك الشيء، ها هي هنا كاين هذا الفخر، ولكن هذا سيدو هذا عندي ديال الفخر، هذا احسن من هذا، وهذا حتى هو زوين راه كيتباع في الدي ام عثمان غالي. هذا داير 4 اورو، هذا داير اورو 49. تعقلت فاش قلت لكم غادي نجرب هاد لاصوص البصله ونرد عليكم، قلتها رديت عليكم في الانستغرام. هاد لاصوص البصله خطير وما فيهش البنه ديال البصله، فيه واحد الصوص واعر. وهاد المره هادي غير شي يومين جيت خديت لاصوص ديال الثومه، كانوا نصحوني بها قالوا لي خديها حتى هي زوينه. عرفتوا البنات بنينه بنينه واعره. انا كيعجبوني لي صوص هكا مع الفخيت مع الطاكوس مع داكشي. المهم دايرين هنا اورو 79 عندهم لي صوص زوينين.
بالنسبه اللي كيبغي الحار حتى هو كلهم ثمن واحد البنات. هادو فنين عندكم، هذا بالتجريب هذا وهذا البصله زوين وعندهم رخيص يعني مقارنه مع السوبر مارشي، مقارنه مع 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 الاتراك عندهم لي صوص صراحه باثمنه جد مناسبه. اللي عقلتو هذه اللي كنت وريتكم كنت خديتها من فيليبس، ها هي دايره 2.89 اورو، هذه زوينه بالنسبه مثلا راجلك دابا بحال جاي رمضان، انا كيبان لي غير رمضان، المهم نقول لكم رمضان رمضان قوي عليكم، المهم ماشي مشكل. هذه بحال رمضان كان راجلك غيمشي يخدم ديري ليه مثلا هنا بريوات، ديري ليه هنا حتى المحفظه ديالو ما تهش، لان انا يا راجلي العام اللي فات كان كيفطر في الخدمه كنت كندير ليه قوه الجبابن وقوه هذه والروينه وعاد العواصير وعاد البوكاديوات ديالو داك الشيء باش كيتسحر وداك التخربيق. هذه زوينه هذه البنات، ديري ليه تبقى فيها ولا مثلا ديري ليه هنايا، المهم عطا الله ما يدار. المهم هما دايرينها هكا المكسرات، اولا خرجتي لشي بلاصه بحال هكا ملي بدا يسخن الحال ديري مكسرات وداك الشيء وتديها معاك، زوينه ديري فيها بريوات شباكيات تمار فيها هذه لتحت كبيره وهذوك بجوج صغار زوينين وعمليين وما كيشدوش البلاصه. واتاتي مشى مشى راس العام دابا عيد الحب. كيف ما كتشوفوا هنايا اختي ها الطاسات ديال القلوبه 3.99 اورو، شكون اللي كيحتفل بسان فالنتين او عيد الحب 1.79 اورو، حتى من هادو جايبين هما البنات نتاع القلب. ما نعاودش لكمش دايرين هنايا نونوسات ديال القلب، هاد هاد النفيفخات هادو حتى هما ديال القلب، هاد العيبات هادو اللي كيكون فيهم مثلا كتكتبي فيهم شي حاجه اولا ولا مكتوب فيهم الحظ اولا شي كلمات اللي جميله جدا تعطيهم الزوج ديالك كيهز ورقه وانتي ورقه. مهم هذا هانتوما كاينين هادو يعني مقومين داكشي كلشي ديال القلب اختي، كلشي ديال القلب. كاينين هادو هادي ايوا شنو بان لكم نحتفلوا العيالات ولا نبدلوا الستريس ونحيدوا الغمه؟ شوفوا هذا هاد البوكس هذا 64 غزال، شتو شوفوا لي بونبون هادي بحال تعمريها في البوكس من بعد ونعطيكم نعطيكم افكار زوينه البنات اللي بغات تفرحي وراجلها وصافي. الغزالات ديالي صافي انا خرجت، مهم البنات ما خديت والو، خديت غير كلينكس لبناتي. كلينكس هذا فيه فيها 10 وقال 99 89 ولا ما عقلتش، هذا عمرني شريت منه كلينيكس لبنتي عرفتي مروحه، راجلي حتى هو مروح، كناخذ من تماك بابي الومنيوم. انا وريتكم وتقولوا لي شحال فيه، فيه 18 مات. صافي خديت البنات انا ليا هذه باش نفطر، خديت البنات منين يخرجوا عطاهم الشوكولات. صافي خديت واحد الانرجي حيت كنبان كيبان ليا راسي لا ويا دايخه. المهم الغزالات هذوك المنتوجات اللي تقاسمتهم معكم تاع السنان راه زوينين والله العظيم، وداوموا عليهم داوموا عليهم. وهذاك البولبو ديال الكركم هذاك ديروه ولا بغيتوا تزيدوا، المهم هزوا شويه وديروا فواحد الطبيصيل ولا شي طويصه ولا شي حاجه، ما تشدوش شي تخشيوها في الطاسه لا، باش ما يخسرش لكم داكشي يبقى لكم داكشي نقيق، هزي واحد شويه ديري في الطبيصل، بغيتي تزيدي عليه واحد العصره ديال الحامض تزيدي عليه واحد العصره الحامض وحكي، بالنسبه للناس اللي ما فيهمش الحساسيه. وجيت بقى فيا الحال ديك النهار وريتكم الزلايف وما وريتهمش لكم مباشره، وواحد المتتبعه ديالي قالت لي راه دايرين 3 اورو، كيفاش انا شريتهم 3 اورو وهادو دايرين اورو 99؟ واش كاين شي خلل؟ يعني وضحت ليها المسائل. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا خدكم والله العظيم الا كان جاهد، خصني نمشي دابا ناخذ لبنتي دوزر وغادي نمشي. بغيت تشهيت البنات البصاره الا جيتو تضحكوا عليا، تشهيت البصاره مع الزيت بلديه يا اختي والزيتون، والله غادي نمشي ناخذها صافي البنات وغادي نمشي لدويرتي نمشي ندير الغديوه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال استحسانكم، نتمنى الفيديو يكون يعني مفيد وخفيف ظريف على قلوبكم، ونتمنى تبارطاجيو الاخوات بارطاجيو ساعدوني بالبارطاج، لايكاتكم كومونتيراتكم زوينه. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي ديري لنا اللايف، والله البنات ما كنجلس نهار ان شاء الله نعرف راسي جالسه ومرتاحه ما عندي والو، راه ان شاء الله ندير لكم اللايف. انا ما كرهتش ندير لكم يوميا مزيان حتى ليا انا والله العظيم. المهم الغزالات ديالي نخليكم ان شاء الله في امان الله وحفظه، شكرا لكم، موحى لكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.